استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا معاليه خلال اللقاء بالجهود الطيبة التي تبذلها القيادة العسكرية الموحدة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.